سائل يقول: هل الواجب على المسلم في زمن الفتن اعتزال الناس وعدم الخلطة بهم؟ هذا يختلف باختلاف الناس، إن كان اختلاطه بالناس للدعوة إلى الله والتحذير من الفتن باختلاطه مصلحة دينية فليختلط بالناس، وإن كان ما يقدر على ذلك، ما يقدر على البيان ولا عنده علم يبين للناس، يعتزل ولا يخالط الناس في وقت الفتن. نعم.